إيران يعني لا تعتقد أنها لا زالت تمتلك أوراق ضغط ممتازة جدا؟ هم يخصبون اليورانيوم الآن في منشأتين نوويتين، وكذلك لديهم الميليشيات كما تحدثنا الآن، الحوثيين بيضربون السعودية، ممكن يصعدون في العراق، وهذا متوقع نهاية هذا الشهر أو بداية السنة القادمة. يعني ألا تعتقد هم لا زالوا يمتلكون أوراق ممكن يضعون فيها واشنطن وإسرائيل وأوروبا كلها في الزاوية؟ أنا كتبت تغريدة قلت بها قلت بأن النجاح فخ، يعني هنالك جانب مدمر للنجاح، لأنه مثل ما تعرف دكتور أحمد، عندما أنت تصير بمشروع معين وتنجح به، توقعك في المستقبل راح يكون نفس الشيء، أنك راح تنجح بهذا المشروع، راح تستمر به، وهنا تقع في الفخ، يعني جانب مدمر للنجاح. هذا مثلا بيتعلق بالميليشيات بالعراق. ايران استخدمت الميليشيات في العراق للسنوات الماضيه بنجاح، يعني بالذات من 2014 بحجه داعش، اللي هي طبعا رتبتها ايران مع سوريا مع نظام الاسد من اجل توسع الحرس الثوري الايراني داخل العراق وتشكيل الحشد الشعبي. فهذا النجاح بين قوسين اعتقدت ايران الان انها ممكن تستمر به تلعب في المستقبل، ولكني اعتقد هذه المره سيكون هناك رد فعل مختلف تماما للتحالف الدولي والضغط ايضا على الحكومه العراقيه، حتى الحكومة العراقية القادمة باتخاذ خطوات ردع وحتى يعني تحييد بمعنى ضرب لهذه الميليشيات. اليوم مثلا أنا قرأت تغريدة للسيد مقتدى الصدر يتحدث بشكل واضح عن التصعيد الأمني والسياسي اللي تقوم بهذه الميليشيات طبعا بدعم من إيران، والحادثة الأخيرة للأسف في البصرة، ولاية البصرة، يعني لما يشوفوا الدم والقتل هذا اللي صار، يعني هذا واضح، يعني بصمات المجرم واضحة والقتلة واضحة، وليش قاعد تلعب اللعبة هذه؟ يعني حتى تغريدة الصدر اليوم هي تحذير للميليشيات وبالذات المدعوم لإيران سيتم ضربها وسيتم حل هذه الميليشيات وفرض القانون. فإذا على كل المستويات راح يكون رد فعل الآن مختلف عن الماضي، وهذا ما أعتقد أن إيران، أنا أعتقد أساء تقديره. طيب كيف تقرأ هذه العقوبات إذا ما جينا إلى وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية؟ تعرف هي الآن تعاقب وكأن شيء لم يكن، وكأنها لا تهتم إذا انتهت هذه المفاوضات النووية أو إيران انسحبت أو غيرها. هل تعتقد نستطيع من السهولة الآن التعرف إلى طبيعة التوجهات الأمريكية بأنهم انسحبوا كما تريدون وإحنا واثقين من أنفسنا في كيفية التعامل مع قضية انتهاء المفاوضات النووية؟ هل نفهم أن واشنطن وافقة من السيناريو الأسوأ بالنسبة للعالم كما هم يتوقعون؟ نعم، الولايات المتحدة والأوروبيين طبعا بشكل عام عندهم إمكانيات وموارد أكبر بكثير من روسيا والصين، فبالتالي بإمكانهم أن يستمروا بالتكتيك هذا. ما بإمكان روسيا والصين، يعني ما عندها الموارد والإمكانيات الكافية أنها تلعب اللعبة هذه على المدى المتوسط البعيد. فبالتالي يعني حتى سياسة بايدن، احنا قلنا من البداية سياسة بايدن ديمقراطية من سلاح جيوسياسي، والمؤتمر هذا اللي صار في أمريكا الآن واللي دعم 110 دول في العالم من ضمنها العراق فقط من الدول العربية طبعا لأسباب جيوسياسية، قاعد تلعب الديمقراطية هذا كجيوسياسية، ونلاحظ في أوكرانيا قاعد تقول روسيا أنتوا إذا ما تقدموا بعض التنازلات بخصوص مثلا الملف الإيراني أو يعني مطلق الشرق الأوسط مثلا، احنا بإمكاننا نسوي لكم مشاكل في أوكرانيا. نفس الشيء في الصين بخصوص قضية تايوان، هنالك أوراق أمريكا تمتلكها تقدر تضغط بها على الصين وروسيا، ولذلك تحاول الصين وروسيا تستخدم ورقة إيران حتى تنفس شوية عن الضغط اللي صار عليها في بيئتها، ولكن هذا ما أعتقد راح ينجح، وأنا متأكد بأن الصين وروسيا راح تقدم بعض التنازلات وراح تضغط على إيران أنها تغير يعني مسار المفاوضات، لأن ليس حتى بإمكانيات الصين وروسيا أن تلعب اللعبة الدولية هذه، وبالذات إذا تحالفت أوروبا مع أمريكا. وأكبر دليل على هذا التقارب مو فقط اعتراض الأوروبيين على مقترحات إيران، إنما أيضا الأمريكان الآن راح يدخلون ما يسمونه سناب باك عن طريق مجلس الأمن، حتى الاتحاد الأوروبي ينضم إلى أمريكا بفرض العقوبات على إيران، إذا قاعد توسع دائرة العقوبات والضغط. طيب ولكن يعني عندما نتحدث عن الإمكانيات الأمريكية ولأوروبا وكل هذه الإمكانيات الهائلة، كما تعلم هذه الإمكانيات كانت موجودة مع كوريا الشمالية، وكوريا الشمالية في النهاية وصلت إلى ما وصلت إليه، يعني ما الذي يمنع إيران واليوم تمتلك يعني منشأة ناتانز اللي هي استهدفت نعم أكثر من مرة، ولكن منشأة فوردو هم يتفاخرون بها كثيرا وبطبيعة الأمن الذي تتمتع به منشأة فوردو والتي بدأوا يخصبون فيها إلى نسبة 20% لتصبح قنبلة أخرى
بجنب منشأة نتنز، يعني لا تعتقد أنه خلص ما دام الأمريكان بهذه الطريقة وما دام الإسرائيليين يستمرون بمهاجمتنا وغيرها خلنا نصل إلى القنبلة النووية، وهم قالوا بأننا لدينا الإمكانية إذا أردنا ذلك. أنا أعتقد هم يدعون أكثر مما يمتلكون، وهي إيران دائما تدعي قوة أكثر مما تمتلك. والدليل يعني مثلا إيران كانت توحي دائما بأنها أمنيا محصنة تماما، كل الضربات الإسرائيلية بينت بشكل واضح، واغتيال العلماء النوويين الإيرانيين بينت بشكل واضح بأن الجهاز الأمني والحزام الأمني الإيراني مخترق من كل الجهات، مثل الجبنة السويسرية مزرف من كل مكان. فإذا إيران دائما عادة ما تدعي إمكانية وقدرات أكبر مما تمتلكه في الحقيقة. أن النقطة الأخرى دكتور أحمد، مثل ما تعرف الوضع في كوريا الشمالية، جيوسياسية كوريا الشمالية تختلف، القضية هنالك أمنية بسبب كوريا الجنوبية.